عراقي يبدع ويتألق أدبياً ويحصل على وسام الفارس الفرنسي. أنا حمزة ورحلة إبداع جديدة، يلا أحكيكم القصة. حصل الشاعر العراقي شوقي عبد الأمير على وسام الفنون والآداب الفرنسية برتبة فارس، وهذا الوسام هو جائزة شرفية فرنسية يتم منحها من طرف وزارة الثقافة مكافأة للذين تميزوا بمجالي الأدب والفن على مستوى العالم أو من خلال مساهمتهم في تعزيز الفنون والأدب في فرنسا والعالم، وهو ثاني عراقي ينال بعد المخرج عواطف نعيم. شوقي عبد الأمير مواليد 1949، ولد في الناصرية، حصل على ماجستير في الأدب من جامعة السوربون في فرنسا عام 1974. لديه الكثير من الدواوين الشعرية، وهو ناشط في مجال العلاقات الدولية لمنظمة اليونسكو، وهو أحد مؤسسي مشروع كتافي جريدة في 1995، وهو أكبر مشروع ثقافي عربي تم تحت رعاية منظمة اليونسكو، وهذا الإنجاز يستحق أن ننشره. ثمل